السلام عليكم، تبارك الله عليكم. اش واقع؟ كاين شي حاجه هنا؟ كاين اليوم الجديد مع الفنانه ديالنا غزينه عويطه، واحد الكونسيب زوين عجبني بزاف في هذا الافتتاح ديال هذا الكافي. فكره امريكيه فبرافو عليها. هذا السين ما كاينش في المغرب بزاف صراحه. دقت ودقنا وشربنا وداك الشيء عجبنا، ماشي كنشهدوا زور ولا شي حاجه. فتبارك الله عليها، فكرة زوينة، برافو برافو. وتل الافتتاح كان زوين، واللي عجبني بزاف في غزينة عجبتني أنهم ما جاوش عندها الفنانة اللي مثير الجدل، جاو ناس في مستوى، حضرنا ضحكنا، برافو برافو برافو، كان افتتاح زوين. لا حيت أغلبية ما كيكون شي افتتاح ولا شي حاجة، واحد مثلا خسر الهضرة في يوتيوب ولا شي حاجة، هو كنعيطوا له باش يدير الإشهار. هو راه صاحب المشروع راه ماشي كيدير الإشهار، بالعكس كيهرب الناس. فإلا كان مثلا قال لك اللهم قليل ومداوم ولا كثيرة والو كما كيقول لك. فإلا كانت شي حاجة مثلا نهضر لك غير على مثير الجدل، واحد كيربح مثلا فلوس في يوتيوب مثلا 4 مليون كتجي في الشهر ولا 3 مليون باش كيخسر الهضره مع الاخر، واحد كونتر هذا واحد كونتر هذا، حشومه. انا ما شفت هذا الشيء، حطيت السلاح ديالي في الويب ومشيت للاخراج. يعني مشيت للاخراج علاش؟ لانه اول حاجه في التلفزيون ما كنحش الكابا باش ندخل نمثل، واخا انا من 99 في علي الزاوية مثلت. من شفت انا هذا الشيء خليت الويب ولحت سلاحي في الويب ومشيت للاخراج. علاش؟ لانه كل شيء ولا كيبان، اللي موهوب هو اللي يستحق يبان، واللي موهوبش حتى هو ولا كيبان وكيربح فلوس. يعني دوك الفلوس دايزين في واحد مثلا مراه عاميه، بحال ديك المراه العاميه اللي كطيب مسكينه وكتورينا التجربه ديالها، وعندما تقول حتى هي تبارك الله فهذيك حتى هي نساندوها. الفنانه ما نقولش كيبانوا، فين هما الفنانين الكبار رواد ديال المسرح؟ ما نقولش كيبانوا، ولا واحد كيخسر الهضره مثلا ولا كيبان على شويه في يوتيوب حتى هو ولينا كيدخل يمثل في التلفزيون. ما فهمتش واحد كيغني ولا حتى هو كيمثل. مع العلم حنا سي نور الدين بكرا هو مسكين مريض طارح في الفراش. كان سمعت واحد الخبر في الاخر بانه شويه بدا كيتشافى مسكين، الله يشافيه ويرجع للتلفزيون وشوفوا في هاد الناس هادو حتى هما. وهذوك الناس اللي كيحطوا اشاعه بانه كاينين شي فنانه كيقول لك راه ماتوا، حشومه حشومه حشومه. ما تبقاوش تطلعوا لليفي بشي حاجه اللي هي ما كايناش، راه غتحاسبوا هادشي قدام، غتحاسبوا على هادشي قدام امام الله. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.